مونتينيجرو الجبل الاسود فوتشينيتش والحارس المتالق بليتزولي، ولكن فوتشينيتش اخيرا يسجل فوتشينيتش امامنا هنا في هذه اللقطه. ماذا فعل فوتشينيتش؟ وادي امامنا اندريا انيلي وفوتشينيتش بقى في لقطه يعني مرفوضه. يا فوتشينيتش مرفوضه اللي انت عملتها دي، مرفوضه. ادي امامنا فوتشينيتش يعني طلع من هدومه، طلع من الملابس. ده تصرف يا فوتشينيتش مش مطلوب ابدا. انت سجلت واسعدت جماهيرك واسعدت عشاقك ومحبيك، ولكن هي كرة القدم والجنون يعني ياتي من اصحاب الفنون. هنا فوتشينيتش الفنان في اللقطة دي، لكن مش فنان في اللي عمله بعد كده. يسجل الهدف الاول من ركلة الجزاء في الدقيقة 73 بعد معاناة، بعد ولادة متعسرة الهدف الاول، بعد فرص عديدة وتألق غير عادي من ايفان بيليتزولي، ثم الخطأ من ريتسو في ماسكو الواضح جدا للاعب فيدال وركلة الجزاء عشان يسجل فوتشينيتش اللي اعتقد مشترك مع كوبينو. مذكر بان بيسكارا بيلعب ب10 لاعبين. ادي امامنا هنا التحركات، الاستلام من جانب اللاعب اللي بيحاول فوتشينيتش. الشهيه اتفتحت، خلاص 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 بقى، خلاص خلاص امامنا الشهيه اتفتحت وعملها في الهدف الاولاني، لكن المره دي ما يقدرش يعملها. يخلع ايه بقى؟ خلاص بعد ما خلع قلوب الجماهير هنا يسجل الهدف الثاني فوتشينيتش في الدقيقه 78. وادي امامنا هنا اندريا انيلي اكيد سعيد بالانتصار، سعيد بهذا الفوز اللي هيرفع رصيد اليوفي الى 71 نقطه، ويعني يبتعد بالقمه، يبتعد بالقمه بقى بفارق مريح، يصل ل 12 نقطه في انتظار نابولي غدا يستضيف جنوى. لسه معانا في هذه الليله بولونيا مع تورينو. ادي فوتشينيتش اعتقد هيطلع، سجل هدفي المباراه اليوم، هدف من ركله الجزاء. شوف خمس محاولات. وادي امامنا هنا اليساندرو ماتري يدخل في هذه اللقطه. اليساندرو ماتري ادي الهدف الثاني الجميل. خلاص خلاص هنا بقى يعني فوتشينيتش خد الثقه وعمل اللي عليه، وهدفين في يعني خمس دقائق. الدور الاول كان الشوط الاول 5-1 في لقاء الفريقين. شوف هنا بقى خلى امامنا هو الارجنتيني ارسي ده قعد على الارض، ما اعرفش بيعمل ايه ارسي. وادي امامنا بيرلو عليها ستوراري. ادي امامنا البديل كاتشيوني بالتخصص، الراجل ده سجل في لقاء الدور الاول. امامنا هو رقم 4 كاتشيوني يسجل هدف حلو حلو. شوف بسكارا بقى، لو كانت المباراه 0-0 المباراه دي بتبقى صعبه قوي، ولكن بقى ستوراري ولا حتى بوفون كان حد يقدر يجيبها، ولا زوف يعني الحراس العظام بقى في اليوفي. شوف امامنا هنا الكوره من كاتشيوني، وكاتشيوني فين؟ كاتشيوني حاططها بقى في المقص، وتبقى النتيجه 2-1 لصالح اليوفنتوس. ادي امامنا كاتشيوني لعيب